ليشونو سوريويو مفرجوني رحيمي آحي وحبوثو روحومي دولي شونو سوريويو أديوما بسعروثونا بيم فيتو دموصل بوشالود نينوي وكمفرجينا أي دربو كوميتاو لفوا ولي شونو سوريويو هركي بدوكيو ثاني بري ميقم مندعوبر اوتو كوسو داعش مكلي وصوخر الترعي قمويو الفونو ويمردوثو دي سوريو يوثو انقلد ناحيتينا لوشالوانو داعش لتوشكيحو بدوكيو ثاني وبكل رويحوثو متولفو أولي شونو سريويو باما درشوثو وبعيدوثو بقاميتو ديسو عروثيذا أزن لمدرشتو شرويتو تكتيو إشما إي مدرشتو دوبار عبرويو بفنيثو دبرطلي إي مدرشتافي تكو مولفو أتري لعزي دعامو سريويو أو كيف وما دنحويو وما عربويو اليوم أحبائي سوف يأخذنا برنامج ميراث السوريان في جولة في الموصل وسهل نينوى للإطلاع على كيفية تدريس اللغة السوريانية في هذه المناطق مع ملاحظة أن هذا التقرير صور قبل دخول قوات داعش الإرهابية إلى مدينة الموصل وسهل نينوى بفترة قصيرة جدا. بدأنا جولتنا في مدرسة ابن العبري الابتدائية في بلدة برطلة، وهذه المدرسة تدرس اللغة السوريانية باللهجتين الشرقية والغربية، فلنتابع سويا. هذا ما لشان لشان أحمد الحالي أنت ما خل مع رواية ما دما لليوم صاروا لليوم صاروا لليوم صاروا لليوم صاروا شيسر دنيا صار أول تنيسة ما قرية الجبان ما كامل ها ها عبا لي شمشا ها ها عبا شمشا بما دانا لليا أمك نبقى بما دانا سهرة ما بارضينا شمشا أما بإمامة وسهرة أما لليا لليا ها عبر بي شمشا عمالة فتلة شمشا بعدين ما قرية الجبان وأملي حشقة شيء
شليتا يعني كمخلا ساكنة أم ليه حشكا ما يثنى ريش الكوف زلامة شيقة لما كمخلا لما كمخلا سقاطة أم ليه حشكا كمخ عال أرعى لو عال أرعى لأن المرته صحيحة ميلة عال لو عال عال هاي مايث الريشة إيثن الريشة ساحة عال أرعى عال أرعى أرعى بشانة مع عرباية مادة مخلا أر أرعو إذا كل إسقاطة ما تودخل ها تودخل ربوصو تمام ما دمر دمر أرعب اكرا نقطة بريش لشانة مهد الحياة ومع رواية الوثنة ريش اكرا نقطة تاع الإيه أر عوب أرعى أرعب وأمليف حشكة على الأرعى أما أمليف حشكة على العرابة ما دانا لليا ما تعرف لنا ابن اليا سهرة هذه حقيقة علمية بعدين ما كاملا ودنح كوكوي بشمية دنح ما إيبا لا قارق كما خباهي واو دكنوشيا واو جماعة واو دكنوشيا ودنح قي باشا دكنوشيا أو سكيانايا لأن قي كامر كوكوي 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 حدانايا لو سكيانايا لا حدانايا كوكوي حدانايا لو سكيانايا سكيانايا ماركي أزن لمدرشتو دمورت شموني تكتيو مدرشتو مسعويتو لبنوثو بمدرشتا في لاقينا بيوم دمثيا قرونوثو ليو لفوثو تقادن أو كيد دمد درغي عيلوي وبوزابنو ديشكي حثيذن بوزابنو دو وجوديذن تامو هيو تاوديوثو السريويوسات دافي ومصاورني ثم ذهبنا إلى أعدادية مارتشموني للبنات والتي كان فيها حفل تكريمي للطالبات المتفوقات وجرى الترحيب بقناة سوريويوسات من قبل إدارة المدرسة كان عندنا كثير بعث من المتفوقات يمكن وصل عددهم إلى حوالي 12 طالبة من المتميزات اللي قد يصل معدلاتهم وهذا ما نتأمله 90 فأكثر من امتحان الوزاري فألف مبروك لهذول الطالبات وصفقوا لهم لأنه تكون كحالة تشجيعية لهم بالامتحان الخامس العلمي الطالبة رنا سليمان شابة هي الطالبة الأولى رنا سلمان في صف الخامس العلمي يتفضل الأستاذ حسان لتقديم الجائزة الطالبة الثانية هالة سعد قرقيس تتفضل الست آلاء لتقديم الجائزة الثالثة ساندي ساجد داود تتفضل الست علياء لتقديم الجائزة بثور عابرين الحاء مسدري دي مدرشتو اش مستد هوي تشمعينا اي دربو كوميتاو لفهركي بدو كثافي وليشونو بتر لعزة دعاء مصريويو ودخلنا أحد الصفوف
لنرى كيف يتم تدريس اللغة السريانية في هذه المراحل. خلا دكتور عثمان اليوم حلو فيش مهم فرشي دنيا الضمائر ها منفصلة بير حلو فيش مهم فرشي ادلو شقلة الضمائر المتصلة وكم لخين اللغة السريانية أحلوف شموهي حلوف شموهي زبيسي زبيسي يعني متشابشة أو متصلة أحلوف شموهي زبيسي دغدش قلم بالضمائر المنفصلة أثوالا لفرصوف أذمويو دلي أنا نحكي يعني نتكلم وفرصوف ترايونيو دلي المخاطب وفرصوف تيسويو دلي دلي هذا غديو بتشقلة الضمائر المتصلة على نفس الشكل للضمائر المنفصلة شقلة لفرصوف أذمويو زونويو للمفرد وسريونو للجمع ودخونويو للمركب ودخونويو للمجتمع زونويو مفرد وسريونويو للجمع زونويو اتلا للمذكر دخرو نويو واتلا نقب ثونويو للمتكلم فرصوف وقد مويو الضمير المتصل او حلوف شموه زبيسو او اني حرف ال حرف الياء ندخل نويو ونقف نويو أيضا حرفيا دافع سيو نويو ندخل نويو ونقف نويو لو فيش موز فيسو دخلوا نويو او اللي وسوسو النون وما قبلها مزوق ب فتوح للمذكر وللمؤنث دخلوا نويو نقصوا نويو ايضا حرف النون للمزوق ب فتحه شقله مثال اللي اي اسم او حرف حتى حرف اسم شغلات مثلا اكتبه ودارخ مني هذا الضم هذا حلو شموه زبيسو دروشو قدمويو من ايوانجليون قاديشو بريشيث ايثاو ملثو هو ملثو ايثاو يوث الوهو والوهو ايثاو هو ملثو هونو ايثاو بريشيث لوث الوهو كل بيذي و بلعوذا وفلح ذو هوث ميدم دهو بحاي و حاي إثيهون نهرو دبني نوشو وهو نهرو حيشوخو منهر حيشوخو لو أدرخي بعلمو و وعلمو بيذي و وعلمو لو يذعي الديلة إيثو والديلة لو قبلي أيلين دين قفلوي يا فلهون شلطانو دبنايو ضالوه نهون ليلين دم هيمنين بشمي ملثو بسرو هو واجن بان وحزين شبحي أغدي حيذويو دمينابو دملي طيبوثو قشتو ومن مليوثي حنان كولان سبنان وطيبوثو حلف طيبوثو ميطل نوموسو بيذموشي إثير شرورو دين وطيبوثو بياذ يشيعو مشيحو هو آلوهو لو حزو نوش منمثو
يحيذوي الله هاو دي ثو بعبو دابو هو اشتاعي. إلو ميق مد نفقينا من مدرش تافئي مصعيتو مدلن ما قبلو نثو كريثو عميم دبرو نثو دي مدرشتو اتكتيو ملفونيثو خالدة ومحكيلا لن علو توليفو دوليشون. وقبل خروجنا من الأعدادية أجرينا لقاء مع السيدة مديرة المدرسة التي تحدثت عن الكيفية التي تسير عليها طريقة التدريس للغة السريانية، فلنتابع سوية هذه المقابلة. كانت من أمنياتنا نحن الشعب السرياني للعراق أنه يجينا يوم ونتعلم به ويقر تدريس اللغة السريانية في مدارسنا، خاصة في مناطق تكوين تواجدنا نحن كمسيحيين في قضاء الحمدانية وقضاء تلكيف وقضاء ناحية القوش وغيرها من المناطق اللي يشكلون كثافة سكانية كبيرة من المسيحيين. طبعا تدريس هذه المادة جعل في نفسنا انه نشعر بوجودنا بشخصيتنا بكياننا، جعل انه هناك ربط ما بين ماضينا وحاضرنا، وايضا راح يربط هذا مع مستقبلنا. بداية تدريس وإقرار تدريس اللغة السريانية صار هناك الشعب منقسم إلى قسمين، ناس توافق وناس ما توافق، لكون كان هناك صعوبة بتدريس أبنائهم لهذه اللغة في بيوتهم، فكانوا يعترضون الأهل على تدريس هذه المادة. لكن كوعي وتوعية هؤلاء العوائل بأهمية تدريس أبنائهم لهذه اللغة وأهمية كونهم راح يتعلمون هذه اللغة ويرجعون يقرون كتب آبائهم وأجدادهم المكتوبة بهذه الكتب، جعلوا يجاوبون بتدريسها ويتعاونون مع المدارس ومع مدرسي ومعلمي هذه المواد لتدريس أبنائهم هذه اللغة السريانية. طبعاً بالبداية كان فقط تدريس المادة بشكل مادة غير منهجية، لكن بعدين أقرت تدريسها بشكل منهجي وأصبحت كأي مادة من المواد. إذا رسب الطالب بهذه المادة يعتبر راسب يعني كرسوب بمادة الكيمياء والفيزياء والرياضيات. وأيضا طورت عملية التدريس بحيث شملت كل المراحل من الأول الابتدائي إلى السادس الإعدادي، ونتمنى أنه مستقبلا أيضا تدخل هذه اللغة كلغة يمتحن بها الطلبة في امتحانات العامة سواء بالابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية. أيضا كان هناك اهتمام من قبل الدولة بتدريس اللغة السريانية، بحيث فتحت مديرية العامة للتعليم السرياني في وزارة التربية، وأيضا فتح قسم للغة السريانية في محافظة نينوى، وهذه المديرية العامة وهذا القسم يهتمون ويتابعون توفير المناهج وتوفير الكتب وأيضا مستلزمات توفير درجات الوظيفية الشاغرة لتعيين عدد من المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات على ملاكات المدارس اللي تدرس هذه المادة. بالإضافة إلى أن نشوف كان اهتمام بإنشاء مدارس جديدة تدرس مادة اللغة السريانية، ومنها مدرسة ابن العبري في برطلة السريانية اللي هي عبارة عن مرحلة ثانوية، ومدرسة حنين في قرقوش. وبالإضافة إلى نحن كمدارس هي مدارس حكومية لكن موجود بها تدريس اللغة السريانية. هذا طبعا يعتبر مكسب لنا كشعب
سرياني مكسب للمكون المسيحي، لأن الناس اللي تتكلم بلغة بلغتها معناها إلى تاريخ عريق، إلى مكانة، إلى ماضي. هناك كثير من الكتب الموجودة بمكتبات الكنائس والأديرة مكتوبة كتب أجدادنا وكتبوها آبائنا باللغة السريانية، ولكن قليل ما لاحظ أنه هناك عناصر تقدر تقرأ هذه الكتب وتترجم هذه الكتب. لكن بالمستقبل إن شاء الله يظهر هناك كثير من الطلبة المتميزين واللي يتمكنون من قراءة هذه المادة، هذه الكتب وهذه المناهج. أيضا هناك ملاحظة مهمة، أنه بعض الطلبة بدوا يتوجهون إلى الكنائس، وبعض الأساتذة المتميزين يتوجهون إلى الكنائس لإقامة دورات لأولياء أمور الطلبة الصغار، التلاميذ الصغار، بحيث يعلموهم. وهذا ما يحصل بالنسبة للمعلمات والمدرسات وربات البيوت، يعلموهم اللغة السريانية حتى يساعدون المعلم والمدرس في المدرسة لتدريس هذه اللغة ومتابعة تدريس أبنائهم في البيت. طبعا أنا بالنسبة لي معتبر أنها خطوة متميزة ومكسب رابح لي بالنسبة لتدريس اللغة السريانية، وأمنية من أمنياتي وأنه في يوم من الأيام تخازخ تدريس هذه اللغة. باي حالة لنا شخص جهود كثير من الشخصيات بإنشاء مديرية التعليم السرياني، المطالبة بإنشاء مديرية التعليم السرياني بالوزارة ومتابعة أمور تعليم هذه اللغة بمناطق. وشكرا جزيلا لهذا اللقاء، ونتمنى الموفقية لقناة سوريو يوستاد. وشكرا جزيلا. خالد الشاب الياس، مديرة إعدادية الشهيدة شموني للبنات. متامو نافقينا وزن لمدرشتو تكتيو إشما حنين تكتيو إي مدرشتاثي مدرشتو ساقي حفيتو وكومي تقرب قاوة ملوء ساقية بوليشو نيذن وهركستي عابيرينا لتريسدري توخو دمفرجينا عم حذوذ. بعدها انتقلنا إلى مدرسة حنين النشطة جدا، والتي تدرس الكثير من المواد العامة باللغة السريانية، حيث دخلنا صفين فيها فلنتابع سوية. Yeah.
سعر حاد منه شهود تفريق وطابر قرشت بدون فتحة.
خلاص دام عيد احنا كل لمي وكلمات ديدان اجل هو حطي كلام صعب قرش قلنا لي حروف اللغه الثانيه عم بارس الكلمه يبقى لي كلمه على السريع ساندرا أريو ما معنات أريو أسد زبنه دو تولیفو ستار مومیده دو گرشلن هرکه بی مدرشتافه هولالنسته ای مدرشتو فیلمو حاضیرو دمساور میقم بتلثشنه بو زبنه دو حوثومو دیشاتو مدرشتو نویتو هرکه کحوزینا فسوق و شافیرو مزمی روثو فولکلورویه دزمیرن ایو لوفه دی مدرشتو عم طبلو وزرنا خد كمي بليشون دو عامو عم داهولي وزرناي وكو حوزينا لحيوثو ورشمي تسيمني ايو لوفي بيدو ثيي وفريسني لوفي روجو اخ بيث قلوحو هركي حوزينا عم حذوذي وقد زودتنا إدارة المدرسة بفيلم صور قبل 3 سنوات لاحتفال نهائي للعام الدراسي حيث ستتابعون معنا أحبائي مقاطع جميلة جدا وأغاني قام بإدائها طلاب هذه المدرسة إضافة إلى اللوحات والمخطوطات السريانية التي قاموا بعرضها في معرض المدرسة فلنتابع أروح أكل الكون ليس جراح إلا الكون والراور عليك تأكيد لغراب منسوس وليس جراح إلا الكون أحمد 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 أ
بثر متامو الزن بسو عروثو لما درشتو دمرتو ما بموصل هركستي كميتاولف وليشو نسريويو بوزبنو دعابيرينا لما درشتو ميتاولفيو ايولوفي قولو عيتونويو ومحضريو روحيي لشبثو دوشانو أيضا قمنا بزيارة مدرسة مارتومة في الموصل والتي تدرس هي الأخرى اللغة السريانية حيث كانوا يدرسون هذا اليوم التراتيل السريانية لمناسبة يوم الشعانين. إبراهيم دانيال مديرة مدرسة الغسانية حالياً. عدد تلاميذ المدرسة الكلي 438 تلميذ من ضمن 53 تلميذ وتلميذة من الطائفة المسيحية يتلقون الدين المسيحي واللغة السريانية من قبل معلم ومعلمة. ونشاطات عدنا بهذا المجال، قامت معلمة الدين المسيحي بعمل معرض من إنتاج التلاميذ باللغة الدين المسيحي، وعرضوا العديد من الصور، وقام الأستاذ حازم بتدريس اللغة السريانية، أيضا مباراة ما بين مدرستنا ومدرسة التهذيب، وكان تلاميذ مدرستنا متميزين من خلال المباراة اللي جرت بيناتهم. وعدنا دعم من قبل الأهالي ومن قبل الآباء الكهنة، نظرتهم إلى المدرسة ويد العون ممدودة دائما، ونحن نشكر الجميع بهذا الموضوع. شكرا. بحارة دكروخ أيضا لقينا عموم شابلونو ديم دبرونوثو ديولفونو ودوليشونو سريويو بمفيتو دنينوي تكتيو ملفونو سمير يوخنا وفين أسوورو كاليوي بكاودي مدرسة دمرتوما نقلح ريتو سملة أعمن ومدة قادر وملفونان ومش فعل لم بس دلت كبعي وينت حوزينا وفي الحنفة فرجينا وشمعينا علو مملو دو ملفونو سمير يخلنا ومملو بولعزو عربويو وبولعزو مدنحويو قدوي أحنوني وحوثو بكروخ أيضا دموصل بوشال ودنينوي مكرخن خو بسوغ ود مدر شوثو هانيت كومي تقري اي بيي هانيت كومي تقري و اي بيي أتري لعزي أسريو يوم عربويو و أسريو يوم عدنحيويو وتولي فورشمويو دولشون أسريو يو بوشال ودنينوي مشاري لبيشاتو دتري ألف وثلث بو زبنو دهيو افسوسو دو تيوليفو دو لشونو بوشال ودنينوي فتيحو مو وحصار مدرشوثو لو تيوليفو دو سريويو وكتو ماثي وحمشي ملفوني ترح صار مهديوني بالحوذ لو تيوليفو دو لشونو سريويو ودو يلفونو مشيحويو ومن يونو دا يولوفي زو يدو اعسر يلفو يولوفي ويولوفوثو
وعميذا تكحوية وبقارب يدو عراق هش مشاتو دا 1990 مشاريو لبوتيو ليفو دوليشونو سريويو روش مويف إلو عم حبولو كومارنو عم حبولو كومارنو أد يوما دعابر داعش لدو كثافي إمبارختو مكليلي أدو كيو ثاني أمبرخي ما سريويي ومي سريويو. وأخيرا وبعد هذا المشوار كله التقينا المشرف الإداري لتدريس اللغة السريانية في محافظة نينوى الأخ الأستاذ سمير يوخنا، والذي كان له الدور الأكبر في إنجاز هذا التقرير، حيث كانت وزارة التربية العراقية قد أصدرت قراراً بمنع كاميرات القنوات الفضائية من دخول المدارس لأي سبب كان، لكن الأخ سمير ساعدنا كثيراً وفتح لنا أبواب مدارسنا، وكان لنا معه هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، بعد جولتنا في مدارسنا السريانية اللي شاهدتم التدريس فيها في كافة المراحل الدراسية، يسعدنا اليوم أن نستقبل رئيس قسم اللغة السريانية في محافظة نينوى الأخ سمير يوحنا، المسؤول الإداري لهذه المدارس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ حارث. أهلا وسهلا بك. يا ريت أستاذ سمير تحكي لنا عن واقع الحالي لتدريس اللغة السريانية في محافظة نينوى. في البداية أشكر فضائية سوريويو سات على هذا اللقاء وعلى هذا التغطية لعملية التعليم السرياني في بلاد النهرين العراق. عملية التعليم السرياني من بعد 2003 جرت في يعني في محافظة نينوى، بما أن أبناء شعبنا هم يعني مثلون في الثقل تاريخي والثقل سكاني في محافظة نينوى. استطعنا خلال هالفترة من 2003 بأن ندرس التدريس السرياني في المدارس سهل نينوى وبعض مدارس مدينة الموصل. في البداية كان يوجد عراقيل جدا، يعني قدرنا نهيئ محاضرين لعملية التعليم السرياني من قبل جمعيات تدعم هاي العملية، وقدرنا وبعد ذلك قدرنا نحصل على درجات وظيفية وإقرار مادة اللغة السريانية في جميع المدارس. وفي قبل سنتين من الآن استطعنا بجهود بأنه أن تكون تحول من شعبة التعليم السرياني إلى مديرية عامة للتعليم السرياني ومقرها بغداد، ولدينا أقسام قسمين في بغداد وقسم في البصرة وقسم في كركوك وقسم في محافظة نينوى. بالنسبة لمحافظة نينوى احنا عندنا قسم اللغة السريانية، وهذا القسم يتكون من شعبتين، شعبة في قضاء الحمدانية وشعبة في قضاء تلكيف. في البداية كان هناك عراقيل في عملية تثقيف و يعني رغبة تشجيع أولياء الأمور على إرسال أبنائهم لتعليم هذه اللغة. اللغة هي لغة بلاد النهرين، لغة سيدنا المسيح. وقدرنا خلال هاي الفترة بأنه يكون عندنا تقريبا حوالي 110 مدارس في سهل نينوى، في محافظة نينوى 110 مدارس يعلمون اللغة السريانية والتعليم المسيحي. عندنا من الكوادر التعليمية بحدود 250 كادر تعليمي، وعندنا مشرفين تربويين بحدود 12 مشرف تربوي. أستاذ، الكوادر شلون تحضروهم؟ واليوم مثل ما شاهدنا بصراحة في معلمات متميزات ومدرسين متميزين في تدريس اللغة السريانية، أنا بصراحة تفاجأت بهم، فشون تحضروهم؟ شون تشتغلون عليهم؟ احنا برنامج المدير العام للتعليم السرياني وقسم اللغة السريانية لدينا دورات
سنوية أسبوعية ودورات في فترة صيفية لمدة شهر، نقوم بإعداد المدرسين في طريقة التدريس وتعليم اللغة. يعني هذا برنامج المدير العام للتعليم السرياني من أجل رفع مستوى المعلمين والمدرسين، وفي الوقت نفسه من نرفع مستوى المعلمين والمدرسين راح يرفع مستوى التعليمي، وتكون عملية التعليم سلسة تكون أفضل. كم مدرسة حالية موجودة في محافظة نينوى، وكم مدرسة موجودة في العراق؟ تدرس السريانية طبعا. صراحة أنا أعطيك الرقم الحقيقي في محافظة نينوى، ولكن في العراق ما عندي ذيك المعلومات الكاملة، بس في محافظة نينوى عندنا 110 مدارس يدرسون مادة اللغة السريانية كمادة، وعندنا في برطلة مدرستين وفي قرقوش مدرستين، يعني هم مدارس خاصة باللغة السريانية، تدرس تنطي بحدود في الأسبوع يعني 7 حصص، يعني زيادة في حصص اللغة السريانية. وإحنا طموحنا بأنه هاي المدارس نوصلها إلى أن تدرس يعني نص المواد تدرسها في اللغة السريانية، يعني ليس اللغة بل تدرس الأمور العلمية والثقافية الأخرى. شلون شفت التجربة تدريس اللغة السريانية في شمال العراق؟ وصلت في مراحل متقدمة ما أعتقد، يا ريت تحكي لنا عن هذا الشيء. بشمال العراق بدأت عملية التعليم السرياني من 90s القرن الماضي، يعني بحيث بأنه يدرسون المنهج كاملة، يعني يدرسون أبناء شعبنا في إقليم كردستان يدرسون ليس كاللغة السريانية بل يدرسون العلوم والرياضيات والجغرافيا والوطنية كلها باللغة السريانية. وأولادنا وصلوا وصلوا بإقليم كردستان هم أساتذة وأطباء ومهندسين، يعني انتهوا من مدارس الابتدائية والثانوية بدراسة اللغة السريانية كاملة، يعني في جميع المواد. هناك بعض الناس القلة منهم يقولون ما الفائدة من تدريس اللغة السريانية بصراحة، فما ردك على هذا الشيء؟ قبل كل شيء هي لغة الكنيسة، هي لغة سيدنا المسيح، هي لغتنا الأساسية قبل كل شيء. وثاني شيء في 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 العصور السابقة كانت هي لغة المجتمع، كان لغة يعني في العصر العباسي أعتقد كانت هي اللغة، كانت يعني في بعض الأحيان كانت لغة التداول، يعني داولوا الناس، وهي لغة أساسية ونطمح تكون تصل ليس كلغة دراسة بل لغة علم. أستاذ سمير، كيف استقبلتم قرار الحكومة العراقية بإقرار اللغة السريانية كلغة رسمية في العراق، وما هي الخطوات التي تتبع هذا القرار، وما هي خطواتكم كتدريسيين وكإداريين؟ في البداية إقرار هذا القرار، قرار بأنه تكون اللغة السريانية لغة رسمية في أماكن تواجد أبناء شعبنا، لم يكن سهلا بل واجه كثير من الصعوبات، وكان ممثلين في البرلمان العراقي لهم دور أساسي في هذا الشيء. وبعد بإقرار هذا القانون يعني كانت يعني فرحة عارمة لأبناء شعبنا، بحيث نستطيع بأنه تكون لغتنا هي اللغة الرسمية في مناطق تواجدنا من دوائر دولة ومن مدارس، ليس يعني ما يقتصر، لم تقتصر اللغة فقط في المدارس وفي الكنائس، يعني توسعت، صارت راح تشاهد في الفترة المقبلة، وإحنا راح نطمح من تيجي إن شاء الله تزورنا أي واحد يزورنا العراق يشوف جميع اللافتات واللوحات دوائر الدولة والمدارس والمستشفيات كلها باللغة السريانية، وحتى العلامات اللي تلاحظها يعني أعتقد يعني راح شيء مبهر راح يكون. إن شاء الله بس إحنا بحاجة إلى تعاون الجميع في سبيل يعني هذا الشيء. أخ سمير، في ختام لقائنا أتمنى أن تحكينا بلغتنا السريانية الآرامية السورث نبذة مختصر ما حكينا هذا الشيء. إشلام قناة سريويو سات مشراثة أخني بثيخخ يعني مصيرن تذخ لشانت أوهات قم ذخخ خليشانة قم درشياثة مقرويخ قم درشياثة دي أخني إتلن أمو أسرى مدرشياثة قم
جونينوي وإتلن ترمو وخمشي ملباني مقري وإتلن إتلن دي جونينوي إسري ألبي يا لوبي على قرايا لقوا مدارس ابتدائية وثانوية وكلها يعني خمنيانا يعني رابس بايله وخني بيخ او منيانا ماطي اذ خمدي خينا لقم امرنا بليشان عربايا من شيري ديت امرنا اخو ديت لن اخني كمديرية العمل للتعليم السرياني وقسم اللغة السرياني توذخ يعني بيرخ التاثي ان مريمانتي محل امية محل امية موديلة راح شوقيخ اب يعني قوم مدرشاثة ديذن توذخ محل امية لناشي قوري لالا مصيقرية قوم مدرشاثة قاري ولابي سورث لشان ديذن أو خمن برامج أو رابع نقاية أو شولة.